تقول عائشة: تعجبت من حال النبي عليه الصلاة والسلام. الناس إذا رأوا الغيم والريح يفرحون بالمطر، وإذا والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يرى ذلك تعرف الكراهة في وجهه، يعني الخوف، صلى الله عليه وآله وسلم. فتقول له عائشة: يا رسول الله، الناس يفرحون إذا رأوا الغيم والمطر وأنت ترى الكراهة في وجهك. فيقول: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عاجز ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي كل مقام من مقامات العبودية حقه صلى الله عليه وسلم، ومن مقامات العبودية الخوف من الله جل وعلا، ولذلك كان يعطيه حقه على وفق المناسبة الحاصلة. فإذا رأى غيما أو مطرا يخشى أن يكون عذاب.